اليوم 12 جوان 2015 دار الثقافة بالمهدية تحت ضمن الدورة الثانية من مهرجان الفيلم القصير اللي معمول زادة في نفس الوقت في أربع ولايات أخرى في تونس: صفاقس، قفصة، الكيف وتونس. وجمعية بونسي ليبر بالتعاون مع الانستيتو فرونسي دو كوبيراسيون كانت المبادرة في تنظيم المهرجان للمرة الثانية في المهدية. 50 كور متراج من 100 مدينة في 27 بلاد في العالم، أقل من 3 دقائق كل واحد، تناولوا فيهم موضوع كان تحت عنوان صوت المرأة. Là, c'est un festival, donc Lyon a fait la deuxième édition. Dans le monde, c'est la 17e édition. C'est un festival donc, international, qui a fait 25 blettes dans le monde. Il y a 5 modules dans le monde. Donc, il m'a dit que c'est en simultané. Donc, il y a un peu de temps. Il y a beaucoup de boules d'air. Les arabes, presque tout, c'est un peu plus les villes qui cherchent le festival. Merci d'avoir insisté, tu l'as fait fuir, le mec est beau, mais terriblement pathétique, quoi, je te rappelle plus tard. Mais faut que j'arrête de me demander si j'aurais pu être heureuse avec toi, si j'ai pas fait une grosse connerie. تنوع الثراء كان حاضر في الافلام المشاركه، من الفيكسيون للانيماسيون للكوميدي لوغور. ظهرت تعمل المره الثانيه في المهدية، حكينا مع هشام ناصر لاندي زورغانيزاتور تاع الفستيفال هذايا من جمعيه بونسي ليبر. الكولتور معناها كي بدانا المشكله في تونس على السينما ماشي ويموت، معناها كانت قبل فما ثقافه نتاع الناس تمشي للسينما باش تتفرج على الافلام. تو بون بالانترنت كل شيء موجود، ستريمينغ بيراتي، دونك ما عادش فما كولتور يمشي السينما. دونك حاولنا اون ايساي دو فيغ ريفيفغ السينما اللي عندنا، نحاولوا نعملوا فيه معناها كل مره انواع نتاع افلام، افلام قصيره وافلام عاديه توانسه ولا افلام عملنا قبل زاد حتى دي جورني للصغار، عملنا حتى دي افلام دوكيومونتير. دونك نحاولوا معناها نوريو السينما معناها في ديفيرون الاشكال الموجوده، معناها خاطر هو الصوره بيان سور تعدي ميساج قوي. اما فما افلام معناها كيما نقولوا كوميرسيال على تو معناها قاعده الاكثريه يتفرجوا عليها، ما عندهاش رساله قويه تعدي فيها. انا نحب نوريو السينما معناها البديل كيما اليوم سي دي كور ميتراج معناها كيما رينا التيرناتيف، معناها تلقى دي دوكيومونتير فيكسيون ولا اكلير يسميهم دي انيماسيون، معناها دي انيماسيون دي فيلم تري كور فيكسيون اكسبيريمونتال. دونك حوايج جدد معناها اون ميم تون يوريو كيما معناها يحلوا على يخلي الشباب يشوف شنو يصير في العالم، على شنو المشاكل اللي يعيشوا فيها المجتمعات الاخرى، دونك سواء مشاكل ولا الحياه معناها اليوميه نتاع في انجلتير، في فلسطين، في لبنان، في الامريك دو سود، في اسبانيا. دونك يشوفوا المجتمعات الاخرين كيفاش يعيشوا، خاطر معناها لازمنا نتحلوا على العالم، ومن ثم معناها لازم العالم يكتشفنا زاد. سينما انجاجي الترناتيف ومش كوميرسيال. رغم هالاجواء هذايا والحضور المحترم اللي شاهدناه، لاحظنا حاجه غريبه اللي هو نقص في الاعلام على الفستيفال هذايا. اول مره نسمع باسم فستيفال كيما هذا، معناها موجود في المهديه في بلادي، معناها ديز ايفينمون يصيروا في المهديه ونحن لي جون ما نسمعوش بيهم، معناها حاجه بيزار على الاخر. ممكن يكون تقصير هذا ولا تقصير من نحن انه ما نسمعوش ولا ماناش اكتيف شويه وكم. تقصير من شكون افاركم انتم؟ معناها من مسؤولين معناها اللي هما اللي يعملوا في ليزيفينمون، ممكن معناها من هو معناها ما نعرفش هو فيه معناها شو فيه الفستيفال هذا، ما نجمش نحكم عليه. ممكن تقصير من معدين ليزيفينمون ولا الفستيفال هذا ومن نحن الشباب انه ما نسمعوش وما نسالوش وما نكونوش اكتيف معناها في الدومين هذا. دوز افيش معلقين في دار الثقافه، اغلبيه الشباب في المهديه ما عندهمش علم به.